الضرر الذي تسبب به الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا بالإضافة لانخفاض أسعار النفط تطلب اتخاذ إجراءات مؤلمة ولكنها ضرورية للمحافظة على المالية العامة في ظل حالة عدم اليقين التي لا تزال تلوح في أفق الاقتصاد العالمي. الضرائب إحدى أدوات السياسة المالية لتحقيق التوازن في ميزانية الحكومات، حيث اختارت المملكة هذا الإجراء للمحافظة على المالية العامة، وذلك بعد تحمل الدولة الضرر الأكبر على القطاع الخاص لجائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم قرابة 230 مليار ريال، شملت دعم أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتأجيل مستحقات الشركات على المصارف، بالإضافة إلى تأجيل فواتير الكهرباء وإعفاءات ضريبية. العمل مستمر لدعم القطاع الخاص للخروج بشكل كامل من الأزمة المالية التي سببتها كورونا. المملكة ستعود أقوى بعد كورونا بسبب المرونة التي تحققت بتفعيل الإصلاحات وتطبيق أنظمة ولوائح تدعم الاستثمار في جميع القطاعات، وبتطبيق التقنيات الإلكترونية المختلفة والتحول الرقمي.